سريعا سريعا، انت يمكن وضحت قفش يمكن احتفل كده بس على الضيق شويه، وامنح الدولي كان موجود ومحمد شريف وبعض لاعبي النادي الاهلي برضه عمل احتفاليه ان كانت مصغره غير الكبيره اللي كان عايز يعملها بسبب الاحتياطات الامنيه وبسبب احتياطات فيروس كورونا. انت يعني مش عايز اتكلم كتير عن تفاصيل مباراه الاهلي، لكن الاهلي بينتظر اعلان جدول الدوري العام علشان الاهلي عايز يعرف مواعيد المباريات، هل هيكون في ضغط في المباريات؟ لان الاهلي لن يتساهل في هذا الملف، وينتظر كمان تحديد موعد مباراه الاسماعيلي، وهل المباراه تكون طب امتى؟ ميعادها فين؟ النهارده الرابطه والحاج عامر حسين كانوا محترمين جدا وقال لك لن نحارب الانديه، والمشاركات الافريقيه معمول حسابها، والنادي اللي هياخد يومين ويلعب في الثالث زيه اي نادي مشارك، وسيكون هذا بالعدل والقسطاس المستقيم، ولكن الدوري هيكون مضغوط لان الانديه ارتضت ان الدوري يبقى بنفس النظام القديم. طه حسين يا جماعه، طه حسين داخل يعمل عمليه في القلب، صديقنا طه حسين داخل يعمل عمليه في القلب بكره الدوري. شكرا يا ابو حميد، شكرا. اخيرا الكابتن محمود الخطيب جر يعني تم تكريم رجال السله يعني خلال الساعات الماضيه بعد فوز البطوله العربيه، يعني دي حاجه محترمه جدا. كمان سيدات سله الاهلي توجنا ببطوله منطقه القاهره استمرارا لانتصارات النادي الاهلي في الالعاب الجماعيه غير كره القدم، ف مليون مبروك حبيبي الغالي من بعد الاشواق بعديك احلى سلام حبيبي يا استاذ، وان كنت يوما ساك مين افتكر تاني. مع السلامه يا استاذ احمد.